السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. مع الأسطورة الأرجنتينية ليو ميسي. ليو مو بوناس فيليسياس. ليو تهنينا، أنا سعيد جدا من أجلك. ما هو أحساسك في مثل هذه الأمسية؟ أشعر بسعادة غامرة بعد هذا الإنجاز من أجلنا، وكنا ندرك أنه بإمكاننا تحقيق هذا الهدف بهذه الطريقة. وفي البداية خسرنا المباراة الأول، ولكن ذلك قوى عزيمتنا وأنهينا حيث أردنا أن نكون، وهي سعادة غامرة لكل الجماهير وكل الأرجنتينيين. عودة إليكم دائما مع ليو ميسي.